من سيفوز بمعركة بين غرير العسل والنمر؟ يعد كل من غرير العسل والنمر من الحيوانات المفترسة القوية، ويمكن أن يكون الصراع بينهما مميتاً. فهل سيفوز غرير العسل الصغير بخفته وسرعته؟ أم سيفوز النمر الأكبر حجماً وقوة؟ يتمتع غرير العسل بالعديد من المزايا في هذه المعركة، فهو أسرع من النمر ويمكنه القفز لمسافات طويلة، كما أنه يتمتع بجلد سميك يمكنه حماية نفسه من مخالب النمر وأنيابه. بالإضافة إلى ذلك، فإن غرير العسل شجاع ومقاتل عنيد، ولا يخاف من مواجهة الحيوانات الأكبر منه حجماً. أما النمر فهو أكبر حجماً وأقوى من غرير العسل، كما أنه يتمتع بمخالب وأنياب حادة يمكنها أن تقتل غرير العسل. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمر